بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، لا أعرف الحقيقة من أين أبدأ، من أين أأتي، هل أتحدث عن مجريات وأحداث هذه المسيرة أم أصف الفرحة والبهجة العارمة التي ارتسمت في هذا الميدان، بالإضافة إلى الكلمات المعبرة من الزميل نايف بن سعود البلوي. تحياتي واحترامي للشوط الذي انطلق، الشوط العاشر، والتوقيت لا ننساه 9:36. مشاهدينا الأعزاء، مستمعينا الأفاضل، الشوط قوي ينطلق، له احترامه وله شعاراته القوية، هنالك الخفيفة الواصلة، العنود نشرة عالية، ضبة الشاهينية مباشرة مع المركز الأول، مباشرة مع الشعار الأحمر، الشعار المبدع هنالك في مقدمة الشوط، في صدارة، في قوة وإثارة ومتعة. أيضا هنالك من تحلق في الأول كيلوين، هنالك ضبة لهجن الرئاسة والسيد مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي يقودها، مضمرا متابعا حاسما متجهزا مع هذه الأسماء. ولكن أعود مع المقدمة مشاهدين الأعزاء، 400 متر النهائية، وهملولة هملولة يا هملولة، أينك أيها القلم الذهبي لكي أضع الرقم 5 مع النقطة 5 بهذه النقطة 5 لنفس المضمر ونفس المالك. الله 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 الله، هذه هي هملولة، وهذه هي فعايل هجن الرياسة، وهذا هو علي بن يميل الوهيبي. أبدعت أيها المنتصر، أبدعت أيها الفائز، أبدعت يا أبو سعيد، ظفرت بالنواميس المتكررة. هذه هي لحظات الوصول، عالية على المركز الثاني لهجن الرياسة عند راشد بن محمد أو علي بن يميل الوهيبي. هنالك راشد بسم من يصل مع الخفيفة على المركز الثالث، ورابعا العنود لصاحب السمو الملكي الأمير تركي محمد آل سعود صالح بن حمد البطين في التضمير، بينما خامسا هنالك الواصلة لسمو الشيخ محمد بن ذياب بسيف آل هيان والصادق فضل الأمين. هكذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء، توقيت الزمني الرائع المميز 9:42 وفاء وتماما توقيت هملولة. التهنئة للسيد علي بن يميل الوهيبي، بينما من احتلت المركز الثاني 9:44 خمسة أجزاء، توقيت عالية لهجن الرياسة، والتهنئة لعلي بن يميل الوهيبي، بينما من احتلت المركز الثالث مكانة الخفيفة لهجن الرياسة راشد محمد بسم المنصوري في التضمير، توقيتها الزمني 9:45 و9 أجزاء. شكرا أسامة، شكرا لكافة النقل الخارجي، أسرة النقل الخارجي، من تتواصل دائما بهذه التواقيت وبهذه الإبداعات المتواصلة.